وروحانية وزهدا واعتراضا على الظالمين هناك. وقد كان الإمام سلام الله عليه هذا الامتداد الواسع في ثقة المسلمين به، أن خشي هارون الرشيد الذي كان خليفة في تلك المرحلة على حكمه، لأنه عرف أن المسلمين يسألون الإمام ويسترشدونه ويرسلون إليه أيضاً زكاة أموالهم وحقوقهم، ولذلك قرر أن يسجن الإمام ونقله من سجن إلى سجن وضيق عليه. وكان الإمام سلام الله عليه يقول في سجنه: اللهم إني كنت أطلب منك أن تفرغني لعبادتك، وقد فعلت فلك الحمد.